حضرتك من بداية ظهورك وانت لسه صغيرة محافظة على لوك شعرك التسريحة القصيرة، ليه اخترتي اللوك ده؟ ده الجزء ده أنا من أيام عرض الأزياء كانوا قصولي ضفايري، ويوم ما قصولي ضفايري قصوا لحضرتك الضفاير، ده من أيام عرض الأزياء. أنا رحت رحت لمسيو غريب الكوافير، وكان ضفرتين بتوع أيام دعاء كروان. أيوة كنت لسه هقولك، مع طبعا القديرة فاتن حمام مسك المقص وقص الضفيرة، حسيت إن أنا جزء من قلبي بيتقطع يعني، فخدتهم واحتفظت بيهم، عندي موجودين لغاية دلوقتي. هو كان شعر حضرتك الحقيقي؟ اه ده شعري انا، قصتيه فعلا، كانت فرتين اه، وبقيت كان ايامها على جارسون الشعر القصير موضه طولي، شعر حب كان باين قوي بقى ان هو اتقص، فبقى جزء حركه مميزه كده يا مدام رجاء. الله عليك. هي الحمد لله، بس انا براعي ان يبقى الشعر مناسب للشخصيه، يعني انا شخصيتي انا كلاسيكيه قوي، ولكن بحب ادلع الكلاسيكي يعني ما يبقاش جاف، فما بيلقنيش الشعر طويل، ما بيلقنيش ان احط فيه يبقى كيرلي، مش انا او بلوند مثلا، لا ما لا مش انا في احمر ساعات، ما هو البني المحمر ده هو ده.